بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنتكلم النهاردة عن رؤية النكاح. لو حد شاف إن هو يناكح حد من أهل بيته أو حد يعني زي محرم أم أخت كده، ده طبعا من المحرمات. ورؤية دي الناس بتقوم متضايقة منها طبعا، بس بيبقى فيها خير هقول لكم عليها. ولو حد شاف ان الميت يجامعه هنقولها جماع، يعني خليها كده ايه، نختار لفظ كويس. ده معناه ان هو شاف ان هو يجامع الميت معناها ايه، لو شاف ان هو يجامع حد مريض برضو معناها ايه، او شاف ان هو يجامع حد من البهائم. تمام، هنقول كل ده. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة الأساسية بتاعتنا اسمها تفسير الأحلام مع حنان الجندي، بنطلع كل يوم الساعة 12 مساء بتوقيت مصر نفسر أحلام المشاهدين في بث مباشر. فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل علشان أول ما اطلع بث مباشر يجيلكوا إشعار بالبث المباشر. أولا النكاح، لو راجل شاف إن هو يجامع زوجته وخلص خلاص، ده معناها بقى ايه؟ معناها ان انت هتصفر بشيء انت عايزه، يعني ربنا هيتم اليك شيء انت بتتمناه. والزوجة نفس الحكاية، انتوا الاثنين هتصلوا لامر بتتمنوه. تمام، لو ايه، لو اكمل يعني اكمل الموضوع للاخر، عدم اكتماله معناها ان انت يعني بتتمنى شيء لم يكتمل، فالرؤية بتقول ان هو مش هيكتمل، لكن ان شاء الله معناها لو هو اكمل هذا الموضوع على يعني ده معناها اكتمال امور ليك. ماشي، فده معناها حلو جدا. طيب لو حد شاف ان هو جنب جوه الرؤية، ان هو جنب معناه اختلاط امر عليك، في امر يجب الانتباه اليه، ده مختلط عليك. تمام، طب انا شفت ان انا قمت واغتسلت وخلاص، ده معناها خروج من هم وخروج من غم وخروج من مشاكل، تفريج لكل همومك. الاغتسال يا جماعة خروج من مشاكل وخروج من هموم. تمام، كل شيء يخصك فيه هم اعرف ان انت لو اغتسلت ده معناها خروجك منه. طب لو حد شاف ان حد ميت يجامع حد حي، طبعا دي رؤية صعبة اي حد يشوفها، بس ده معناها ان كانت حد مريض ده معناها للمريض، بس ده معناها يعني المريض ده هتطول بيه فترة المرض. لو حد مريض شاف ان حد ميت يجامعه ده معناها طول مرضه. طب لو حد سليم وشاف حد يجامعه ده معناها ان انت كحد شخص عايش ان انت بتصل هذا الميت بالدعاء والصدقة، او ان انت الحد يعني صلة رحم انت بتصلها، الميت ده ليه اقارب فانت بتصل هذه صلة رحمك، فده حلو جدا. تمام، لكن الحد المريض لو شاف ان الميت يجامعه ده معناها يعني طول المرض وشتات امر هذا الرائي. تمام، او علة في جسده لو هو اصلا مريض. تمام، الا ان يكون ذلك يعني يدل على الصلاح للشخص ايه العايش. تمام، لو شفت بقى ان الميت ده حدف عليك تبن او شعير او دقيق او كده، ده اعرف ان في رزق جاي لك. تمام، او في امر انت بتتمناه يحيى ليك، الميت ده حدفه عليك جاي لك فلوس من امر انت مش متخيل ان يجي لك منه فلوس مكان يعني. تمام، او ميراث انت هتحصل عليه من هذا الشخص المتوفي، لو انت شفت المتوفي ده يجامع العايش، او عودة غائب، ما برضو ده حد بيقولك ايه يعني عودة غائب، في شخص مش موجود راجع تاني مسافر يعني. وبيقولك بقى ايه، ان المناكحة الميت فانها المفعول به ينال خيرا، المفعول به ينال خيرا، خليكوا ايه مركزين. تمام، اما الحي ده معناها ان انت هتحصل على ميراث او على خير من اهل بيتك او من اهل بيت الميت ده. اما الميت ده بيقولك ايه، ان انت بتتصدق عليه، ان انت بتبر اهله، فدي حلوة جدا للعايش. طب لو حد شاف ان اللي تجامعه امرأة مجهولة، يعني هو اصلا ما يعرفهاش، او هو بينكح امرأة مجهولة، فإن يحيى له أمر ميت يطلبه، يعني في حاجة أنت نفسك تحصل مش عارف تحصل عليها هتحصل لك.
اما نكاح الذكور لبعضهم ده معناها فساد في علاقة وفساد في دين، ومعناها فساد في شراكة. لو انا يعني اتنين رجال عارفين بعض وشافوا ان هم يعني يمارسوا هذه العادة مع بعض، ده معناها فساد في العلاقة. وانت يعني لو حد شاف ان شخص يجامعه، ها، ده معناها ان انت هيصفر بيك عدوك. فخلي بالك، لان الشباب اعداء لبعض، فلما يجي شاب يناكح شاب تاني وهو يعني، ده معناه ان الشخص الغالب هو اللي هيصفر بالشخص المفعول به. تمام. طب لو هو شاف ان هو يناكح راجل عجوز، راجل كبير يعني، ده معناها بقى حلو، ده معناها ان يعني هتجتهد في امر هتحصل فيه على حظ ورزق. تمام. وان كان شيخا زفر يعني بيه، ده معناها ان انت يعني هتجد وتجتهد ان انت تنال الامر اللي انت بتتمناه، ومعناها حظ سعيد ليك، غير لما يبقوا اتنين شباب مع بعض. لكن راجل عجوز ده معناها يعني اجتهادك وجدك اللي هو همتك. تمام. وده معناه علو حظ ليك. تمام. لكن لو حد معروف يعني انت عارف الراجل الكبير ده، معناها قهر الناكح. الناكح ده هيبقى حد مقهور من هذا الشخص اللي انت عارفه، وان الشخص ده هيظلمك، فخلي بالك. واحنا ايه، حتى لو كان المنكوح ده صديق يعني حد انت عارفه، تمام، فهنا مش مستحب. طبعا المفعول به هو اللي هينال خير، واحيانا المفعول به لو من شاب، معناه ان الشاب التاني هو اللي هيصفر بيك، عدو ليك وهينال منك، فخلي بالك. عشان هنا ايه ليها كذا تأويل، فاحنا كده بنحاول نبسطها للناس عشان تفهم احنا قصدنا ايه. طب لو حد شاف ان الامر ده اتعمل معاه وهو راضي، يعني راجل وراجل وهو موافق، يعني هو ما عندوش مشاكل، ده معناها ايه بقى؟ ده معناها ان المفعول هينال خير من الفاعل، هيشترك معاه في امر هو برضاه وهتنال منه خير، ولكن هيجتمعوا الاثنين على شيء مكروه، شيء سيء، فساد في علاقة، فساد في دين، بس انت هتنال منه. يعني هو موافق، هو موافق ان هو الشخص ده يفعل بيه كذا. تمام. انت كده معناها ان انت هتنال منه، بس خلي بالك انت هتنال منه اموال، بس الامر ده في معصية انت بترتكبها في الامر ده، ممكن تكون شراكة مادية، يعني احنا الاتنين داخلين مشروع بس داخلين سكة غلط، مش داخلينه صح، انت وصاحبك ده مش داخلين الامر ده صح. فالرؤية دي لما تيجي بتنبهك ان انت وهو داخلين في امر فيه فساد، مش هتنجحوا انتوا الاتنين، مش هتنجحوا. هو يا جماعة عالم الاحلام غير عالم الرؤى، والكلام اللي انا بقوله دي رؤية بحتة، ما يكونش رؤية مختلط بيها الشيطان يعني والشخص يقوم يغتسل. دي رؤية شيطانية اللي هي وجب وراها الاغتسال، لا دي رؤية شيطانية ملهاش دلالة خالص، ولا هتضرك ولا هتنفعك. لكن انا بتكلم كرؤية، رؤية جوه الرؤية بس، يعني انا جوه الرؤية شايف كده بس، مفيش حاجة تاني. تمام. لكن انت وهو هتجتمع على شيء مكروه وفي فساد، في فساد ليكوا انتوا الاتنين في هذا الامر. يعني انت لو مقدم على شيء في شراكة مع هذا الشخص وشفت الرؤية دي بلاش، ربنا بينبهك اوعى. تمام. طيب احنا هنتكلم عن نكاح البهائم. حد شاف ان هو يناكح او يجامع شيء من البهائم، بقى قطط، كلاب، مش عارف، معزة، بقرة، اي حاجة، ماشي، ده دليل على الاحسان الى من لا يرى. يعني انت كده بتحسن لناس لا تراهم. تمام. دي مش وحشة. لكن لو شفت بقى الحيوان هو اللي بيعمل كده وانت المفعول بيك، لا ده انت تخلي بالك، لان ده يعتبر زفر عدو بيك، هينال هذا العدو منك. لكن اما يجي، طب بقرة، البقرة دي تعتبر سنة، ماشي، في تأويل الرؤى والاحلام سنة، وكل ما كانت البقرة سمينة كل ما كانت السنة دي خصبة. لكن لو جات البقرة هي اللي بتعمل كده في شخص، لا ده معناها سيء جدا، ومعناها ان السنة دي هتكون سنة سيئة عليك، لان انت اللي مفعول بيك. تمام. فلما تيجي لو هو اللي يعني هو الشخص المقدم على ذلك، وانت شفت ان انت متمكن من هذا الحيوان او كده، ده معناه ان انت بتفعل الخير في الناس اللي مش انت مش شايفهم. ممكن بترعى ايتام كمان يعني على فكرة،
ولكن ان انت تشوف ان الحيوان هو اللي بيعمل كده ده معناها ظفر عدو بيه، او بقر يعتبر البقرة دي سنة، لا دي سنة بقى سيئة جدا بالنسبة لك. فالرؤية بتقول لك ان انت تتصدق وتخلي بالك وتطلع حاجة لله وتدعي لله ان ربنا يصرف اذى هاد، يعني هذه الرؤية عنك تدل على الدابة على عدو هيصفر بيك، فخلي بالك ان انت تشوف ان انت المغلوب وانت المقهور تمام. لكن انت لو شفت ده سبع بقى من هو ايه الحاجات اللي هي بتاكل الحيوانات دي، حاجات مفترسة يعني، وانت اللي عملت كده فيه، انت الفاعل الفاعل ماشي، فده معناها ان انت هتنتصر على عدو وهتصفر بيه. يعني انا مش هنا بقى انا بعمل الخير وخلاص، لا ده ما انا لازم اشوف مين الحيوان ده، حد من اللي هو المفترس ده عدو ظالم، بس انا ربنا هيقدرني وهينصرني عليه وهصفر بيه، مش هو اللي هينال مني. لكن لو العكس يبقى هو اللي هينال منك، ورؤية طبعا هنا كده سيئة. لكن لو انت الفاعل فهذا الحيوان المفترس ده ربنا بينور بصيرتك ان انت هتقدر وهتصفر على عدو ظالم غاشم ظلوم، يعني اسوأ حاجة تتشاف الحيوانات المفترسة دي. فانت ربنا كده بيقول لك لا ده انت الغالب مش المغلوب، لكن العكس يبقى انت المغلوب بقى ربنا معاك. لكن لو راجل مع راجل احنا قلنا يعني علاقة فاسدة، ومعناها ان انت تجتمع مع شخص جاهل انت وهو ولا تفهمه حاجة معلش. طب لو حد شاف ان هو يجامع زوجته، لا زوجته قلناها هينال خير طبعا، لو شاف ان هو يجامع امه او اخته طبعا دي رؤية سيئة، لو حد شافها يقوم متضايق، بس هي في الحقيقة كرؤية معناها خير جدا. اي حد هيقوم من النوم ده الرؤية دي يا امي اختي يا صعبة جدا، لا ده معناها ان انت ليك الغلبة عليهم، وان هما الاتنين دول هيسمعوا كلامك، وان انت هتكون يعني القيم عليهم، وان انت اللي بتصرف عليهم تمام. ومعناها ان انت يعني بص انت اللي هتسود اهل البيت ده، يعني الكلمة العليا ليك دي حاجة. طيب لو الام بقى خاصة ده معناها حجة او عمرة ليك، ليه؟ لان يقول لك دي من المحرمات، ارض الله الحرام، فان هو يعني يطأ امه فمعناها ان انت هتطأ ارض الله الحرام، يعني انت هتروح تحج او هتعمل عمرة، فدي رؤية طيبة طبعا، ومعناها ان انت بتبر امك وبتبر اختك، ومعناها ان انت بتصرف عليهم، وان هما الاتنين بيسمعوا كلامك. شوفوا يعني اللي يشوف الرؤية يفتكر حاجة وهي في الحقيقة حاجة حلوة جدا للأم وللأخت تمام. طب واحدة تقول لي أنا شفت جوزي مع سلفتي، لا ده الاتنين هيقطعوا بعض، ريحي نفسك ما تزعليش. طب واحدة تقول لي أنا شفت جوزي مع أختي، برضو الاتنين هيحصل بينهم قطيعة الاتنين. طب لو واحد شاف أو واحدة شافت إن خالها عمها هيحصل مشكلة وقطيعة برضو تمام. الأم والأخت ليهم حال والجوز الاخت ليه حال، يعني واحده تقول لي انا شفت اختي مع جوزي كده قطيعه، طب شفت سلفتي مع جوزي كده قطيعه، كده الاثنين دولت مش هيكلموا بعض نهائي، يعني اطمني خالص تمام. يا رب كده تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للقناه، وما تنسوش تشتركوا في القناه الاساسيه بتاعتنا اللي هي تفسير الاحلام مع حنان الجندي. ومعلش انا قعدت اتقطق كتير يعني مش عارفه انقي الالفاظ على قد ما قدرت بقى يا جماعه سامحوني. احنا ما نحبش نخدش حياة اي حد، ولا يعني اسلوبنا يطلع بشكل مش لطيف لاي حد، فاي حد لو انا حتى قلت حاجه مش واخده بالي منها سامحوني وانا اسفه ليكم. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه الاساسيه بتاعتنا تفسير الاحلام مع حنان الجندي، وتستنونا كل يوم 12 مساء بتوقيت القاهره بنفسر احلام المشاهدين. انتوا لما تفعلوا زر الجرس للكل هيجيلكوا اشعار اي بث مباشر انا هكون متواجده فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.